مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن، انا حاجه تكسف يعني؟ انا اب زباله. العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن، انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر. هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. لو وادي الحلزونة يبقوا كله على بعض 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا، عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وأديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري والمأساته مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعدين. الكتاب طلع من المطبعه يا باشا، طباعه زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذه مختصره كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، يعني نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده سعادتك. طيب، اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك. لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا، ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيدي الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فوضى. أيوة حسن. شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بإيه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيادة الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا هنقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة، لا. نيجي للرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز،
واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن، فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن بخمسة قروش زي الفل، ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي، دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق دوق دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعه، بتدي مناعه للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعه يا اخوانا، الشعب المصري عنده مناعه دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جايه منين؟ مش جايه من الشعب المصري؟ ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم، بعد يومين ثلاثه قلت اروح اخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل شيل، وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل قسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بالي الاعلام، الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم، انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوه دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر، فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر.
بجد يا بابا مش قادره اوصف لك قد ايه كنت فخوره وانت بتاخد الجايزه. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخه، وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعه ثانيه؟ ما احنا عملنا الطبعه الثانيه قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضه الحمد لله. انا بس يعني عايزه اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. اه العجاتي انت تعرفها؟ اه بروح هناك كتير احضر ندوات بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لما كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ اه وين؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث، دي مهزله. ايوه انا عايزك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين مين مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن وعضو مجمع اللغه العربيه والحاصل على جائزه الابداع في النقد الادبي من جامعه اوكسفورد. ايه ده؟ دي حاجه بسيطه كده على ما اسم حلاوه الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي الساعه الصبحيه ما حدش يقول للرزق لا. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قول لنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصه صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي أنت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر ان انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص انت مش فقر. واني لاترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرا لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب اذاننا. دكتور عبد اللطيف ده رايك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمه حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك،
أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكالتش كمان. تعرف الساعة اللي معاك دي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوة يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا أستاذ مرتضى. منين؟ اتفضل.